هلا حبايبي، شلونكم اخباركم؟ بصراحة انا عندي مشكلة وما دا اعرف لها حل. اكو وحدة من صديقاتي اتصلت علي وتقول لي انا اريد اداين الحذاء مالتش، واني بصراحة ما اريد اداين هالحذاء مالتي، وغسه واقعة بمشكلة ما اعرف شو اسوي وياها. يعني انا قبل زين كل ما احد يطلب من عندي اداين من عندي شيء انا ما اقبل، وهي ريحت هيك رجليها تلعب النفس ما حلوة، و وحذاها انا شو ادري ان شو راح ترجع لي الحذاء مالتي، كنت ترجع لي اياها وسخه الحذاء مالتي. ها؟ وين قاعد تشيلتي ماي؟ عادي دا اسال المتابعين مالتي عمود ينصحوني، شو المشكله؟ انا ما اريد اداينها مالتي الحذاء، بس هي تلحظ كل ساعة تخابر تقول لي دايني الحذاء مالتك. وبك تشوف. لا لا عادي، لا ما تتابعني، ما عندها اصلا موبايل، ما عندها خطيه. هي خطيه حالتها تعبانه وكذا. شو خبرت شو اذا ما عندها موبايل؟ ما شو ما ادري، يمكن اخذت موبايل احد من قرايبي. مش مدريني. المهم انا هسه ما ارد شو اسمه انطيها الموبايل اللي دوختني بابا، انا ما ارد انطيها الحذاء مالتي. اي المهم حبايبي، فاني ما اعرف بصراحه شو اسوي زين. يعني شنو ما بيها شيء؟ لا يعني هسه اليوم ما تريد الحذاء، باكر عقبه ايش تقول لي ايدي الثوب مالتك، وراها تقول تعارضه داين زوجك. صحيح، وين خطيه وخط خابرني لي انا ودي اشتري. شو تداينك يعني حتى ابويا هم لازم تداينه؟ تداينني شو هذا قص؟ شو هذا شعرات النخلة هاي ماتش قاعد على العالم مو هيك؟ وإذا صدقت اشتري شوية. إيه إيش يعني هسا أعطيها رقمك على مود تداينك؟ شنو لا أنا ما أشتري لها. شو أشتري لها؟ أشتري حذاء. خو أشتري أنا 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 أولى أنا بدك. أنت واجد خلاص أنت مقصرة على أساس. عطية مقصرة على أساس أنت. شو بدي لاب ماتش مليان ب 50 واحد ب 60 واحد. بدي اقول لك بابا ما يصير، يعني شنو قاعد تداينكم انتوا واحد هيك بالسره يا تداين حذائي تداين هدومي وتهسه هماتين تريد تعطيها رقمك حتى تداينك؟ ما في شيء بابا، عيب خطيه. يعني هسه انا شو اسوي؟ اذا شافت شيء مو خطيه ينكسر قلبها. اذا شفتيني انت شنو تريدين يعني هسه تريدين الحذاء مالتي؟ يلا ما اوكي مو مشكله، بس مو ريحة رجلها ما حلوة، جواريب وما اعرف ايش وريحة جواريباتها ما حلوة. مش حرام جبر الخواطر حرام. حل 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 من الفيالة الضبطية. شعر تمر بعد كم يوم قطع تمر من شعرك سوي تنخوة من الفيالة الضبطية روقع الوقعة الاضاءة دا عشاقة، ترى والله دا عشاقة، ما عندي لا صديقة هيجي ولا هم يحزنون. انكسر الموبايل مو؟ لا انا راح انكسر. لا انكسر لو زايد.